امير قرار اهو، امير قرار اهو. على فكره انا هتجوزك، بنط من الشباك يا اما بنزل من باب المنور كده الهرشه السابعه. طب امير قرار بيصور شغل ورا. احمد طارق منورنا بضربه حظه في مصر اليوم. اللعبه بقى بتاعتنا عباره عن ايه؟ انت في قدامك زهرتين هترميهم على البورد اللي قدامنا. اوكي. لو طلع رقم زوجي هتسحب سؤال من الكورنر ده. اوكي. ولو فردي هتسحب حكم من الكورنر ده. من الناحيه دي. يلا بينا. سبعه. احكي لنا موقف محرج حصل معاك في الفترة الأخيرة. مرة بصور في المعادي، بصور في الشارع، مرة واحدة لقيت أتوبيس مدرسة أولاد كده واقف ورانا، وناس مرة واحدة كلها عمالة تجري تجري تجري، هنصور معايا هنصور معايا هنصور معايا. هو يا ابني أهو أمير قرار أهو أمير قرار أهو أمير قرار أهو. بعد ما قمت وخدت وضعي إن أنا أتصور، قمت قاعد تاني كاتب أمير قرار بيصور في الشارع لورا. يا رب زوجي بقى. سبعة. إيه أغرب رسالة قريتها على السوشيال ميديا على أدوارك؟ كان في حد يعني كان مصممه تتجوزني، يعني هي مصممه تتجوزني يمكن كذا شهر بعد، كان بعد البحث عن علا، فضلت تبعت لي ست شهور كل شويه بتقول لي على فكره انا هتجوزك، انا عارفك مش هترد عليا بس انا بقول لك هتجوزك. خلص الموضوع وابتدت تنسى بعد ست شهور، نازل مسلسل ليه لا؟ فبقى لي دلوقتي بتاع مثلا اسبوعين على فكره انا هتجوزك. تسعه. كنا سر خبيته على اهلك وانت صغير. في دوره رمضانيه بتتعمل في الشارع، دوره كبيره قوي عندنا في العجوزه بقى زمان اللي هو بيت اهلي يعني. فكنت دايما بنزل قبل الفطار في الخبيثه جدا، تمام، اروح العب في الشارع وطبعا ارجع متبهدل شويه، امي تقعد تزعق لي، كنت بزوغ دايما يا اما بنط من الشباك يا اما بنزل من باب المنور كده من حته عشان العب كوره. فضلت طبعا ما تعرفش خالص 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 لغايه ما جيت بقى بعد كده قلت لها وانا كبير. اتنين. ايه اول كدبه كنت مصدقها وانت صغير؟ مش كدبه، هي حاجه حصلت وكنت مصدقها جدا وابتديت اطبقها كمان. وانا صغير اتفرجت على مسلسل الف ليله وليله، بس كان حسين فهمي هو اللي عامل الف ليله وليله، وكل ليله بيعمل شخصيه، فكانت شخصيه حسن البصري دي على ما اتذكر هو كان شغال حداد، فحد اداله بودره، البودره دي بيحطها على الحديد يقلبها ذهب، فانا خدت الذهب بتاع امي علشان اسيحه واطلع الذهب، فصدقت حسن البصري. ستة. ليه معظم ادوارك بتدور في اطار الراجل العوض زي البحث عن علا ولا لا؟ يعني ليه؟ ما اعرفش يعني، بس هم شايفيني كده الظاهر، فاهمه ازاي شايفيني؟ او يمكن ات هابند يعني اتحصلت. وبعدين فايندنج علا، خلي بالك احنا ما اتجوزناش في الاخر، فيعني لسه لغايه دلوقتي ما اعرفش اعوض ولا مش اعوض. فما نقدرش نحسب ان هو العوض قوي، هي الناس خدته ان هو العوض، اتبسطت انها لقيت شخصيه كويسه، بس ما اعرفش بقى لسه هيحصل ايه. خليها ببركتها. 8. اكتر موقف حصل لك كوميدي في الفتره الاخيره؟ كنت في ساحل شمالي كده، كانت في حفله كده كنا معزومين فيها، فكانت في بنت ظريفه جدا برضو هي وخطيبها، كل شويه تعدي من قدامي تبص لي كده تقوم قايله لي ايه؟ الهرشه السابعه. بقولها لا هي ليه لا؟ تمام؟ فهي معديه كده وماشيه، وسيبنا بقى يعني خلاص عدى ساعه، ترجع تاني كده تبص لي كده تقول لي ايه؟ الهرشه السابعه. فبصيت لخطيبها قلت في حاجه معينه ولا ايه؟ قال لي عندها الهرشه الثامنه.